مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم أخبار العاشرة وفي أبرز عناوينها. سمو الشيخ أمير دولة قطر يبحث مع معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، العلاقات الأخوية ومستجدات الأوضاع العربية والعالمية. شركة تنمية نفط عمان تكشف عن استثمارات بأكثر من 20 مليار دولار حتى العام 2021. موسكو تؤكد عدم وجود خطط لسحب قواتها من سوريا وتعتبر وجودها أمراً ضرورياً لأمنها. وفي أخبارنا الاقتصادية تتابعون أيضاً. أكثر من 28 مليار ريال عماني إجمالي ارتفاع أصول البنوك التجارية بالسلطنة بنهاية الربع الأول من العام الجاري. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أبقاه الله برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ردا على برقية جلالته المعزية له في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخ منال يوسف العذبي الصباح. أعرب سموه من خلالها عن خالص شكره على ما عبر عنه جلالة السلطان المعظم من صادق التعازي والمواساة، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن لا يري جلالته أي مكروه. استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في الدوحة أمس معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية. تم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع على الساحتين العربية والدولية. كشفت شركة تنمية نفط عمان عن استثمارات بأكثر من 20 مليار دولار حتى 2021 خلال خططها المستقبلية الهادفة لاستدامة إنتاجها من الكربوهيدرات على المدى البعيد. وأكدت الشركة في تقرير الاستدامة لعام 2017 أن متوسط إنتاجها من النفط بلغ العام الماضي 582,196 برميلا يوميا بمعدل زيادة قدرها 14 ألف برميل يوميا. أما إمداداتها من الغاز الحكومي فقد بلغت في المتوسط 76 مليونا و640 ألف متر مكعب. وإلى أخبارنا العالمية، حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده لا تخطط حاليا لسحب جميع قواتها من سوريا. وخلال حديثه في البرنامج الحواري السنوي قال بوتين إن القوات الروسية ستبقى في سوريا طالما أنها تصب في مصلحة روسيا. وأكد بوتين أن القاعدة الجوية الروسية في حميميم والقاعدة البحرية في طرطوس التي قال أنها مهمة لمساعدة الحكومة السورية لا يوجد بها أي منشآت دائمة، وهو ما يعني إمكانية سحب الجيش الروسي بسرعة إذا لزم الأمر. وإلى فلسطين، دعا وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي الدول الغربية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإيجاد حل للصراع مع إسرائيل عبر دعم مبدأ حل الدولتين. وأكد المالكي لدى استقباله في رام الله نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني، أكد أن حل الدولتين يمثل الخيار الأمثل والشامل والعادل لتسوية القضية الفلسطينية. من جانب آخر قال صائب عريقات إن الحكومة الفلسطينية وقعت مواثيق وسبع معاهدات دولية تتعلق بجهود مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، وذلك للدخول في المنظمات الدولية.
أجرى رئيس الوزراء الأردني الجديد عمر الرزاز محادثات مع أعضاء في مجلس النواب بهدف تشكيل حكومة جديدة تسعى إلى تهدئة الاحتجاجات التي اندلعت مطلع الأسبوع الحالي. وقال رئيس الوزراء الأردني للصحفيين بعد اجتماع في البرلمان إن حكومته ستسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، مشيرا إلى وجود توافق وإجماع داخل البرلمان لسحب مشروع القانون. وأشار الرزاز إلى أنه سيجري خلال الأيام القادمة مشاورات واسعة مع المجتمع المدني حول نظام ضريبي جديد يضمن حقوق المواطنين. وفي أفغانستان، أعلن الرئيس أشرف عبد الغني عن وقف غير مشروط لإطلاق النار مع حركة طالبان لمدة أسبوعين، وذلك بعد سنوات من القتال. وأضاف الرئيس الأفغاني أن بلاده ستواصل محاربة تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، معتبرا في الوقت ذاته أن هذه الخطوة تعد فرصة لمسلحي حركة طالبان إلى التراجع والعدول عن هجماتهم والدخول في محادثات سياسية تنهي الصراع بين الطرفين. هذا ولم يصدر أي بيان من قبل حركة طالبان على هذا القرار، في حين رحبت القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي بهذه الخطوة. هذه النشرة مستمرة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، وفيها بعد الفاصل. للمرة الأولى منذ عشرات السنين، كهف طيق بولاية مرباط يمتلئ بالمياه بعد الحالة المدارية ميكولا. وقعت المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال اتفاقية تمويل شراء أجهزة تعويضية للجمعية العمانية للمعاقين، وتتضمن الاتفاقية توفير 227 جهازا تعويضيا من بينها الكراسي والأسرة الطبية والكراسي الكهربائية. حضر الاتفاقية معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية. من اليوم توقيع اتفاقية ب 150 ألف ريال عماني. طبعا الاتفاقية هذه احنا كجمعية نعنى بالإعاقة الحركية، راح يستفيدوا منها إن شاء الله تعالى 227 شخص، يعني لهن طبعا أيضا على أن 227 جهاز. فالحمد لله رب العالمين، شركة غاز طبيعي مسال يعني الآن ما شاء الله فوق العشر سنوات وهي تدعم الجمعية. نظمت لجنة صاحبات الأعمال بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الشرقية ملتقا بعنوان تواصل وإلهام، والذي جمع بين صاحبات الأعمال بولاية جعلان بني بوحسن. في هذا المعرض اجتمعت رائدات الأعمال والأسر المنتجة بمحافظة جنوب الشرقية لتعرض منتجاتها المتنوعة في أركان خصصت لأبرز وأهم الأعمال والإبداعات. التفاعل من الأسر المنتجة، التفاعل من رائدات الأعمال كان تفاعل منقطع النظير، ومثل هذه اللقاءات ومثل هذه المعارض والملتقيات تعتبر قنوات تواصل رائدات الأعمال والأسر المنتجة مع المجتمع المحلي. أكثر من 70 مشاركة من رائدات الأعمال شاركت في هذا المعرض بأنشطة متنوعة، منها تجارة البخور والعود والمخمريات والطيب ولوازمها، كما تضمن المعرض من ملابس النسائية وأعمال المشغولات اليدوية ومأكولات بأيد عمانية. إن تنظيم هذا الملتقى يأتي ضمن خطة منتدى صاحبات الأعمال بمحافظة جنوب الشرقية لعام 2018 نسخته الثانية، والتي تسعى اللجنة من خلاله إبراز دور صاحبات الأعمال بالمحافظة وتشجيعا لهن على الاستمرار وعقرز ثقافة ريادة الأعمال لدى المجتمع. نشكر غرفة التجارة والصناعة على إتاحة هذه الفرصة، منها إحنا استفدنا الكثير، منها عرضنا منتجاتنا، منها اكتسبنا زبائن جدد في ولاية الشرقية.
جنوب الشرقية وتبادل الخبرات وغيرها. المعرض يفتح آفاق الرحبة لتمكين المرأة اقتصاديا والتعريف بالإجادة والتميز التجاري للمرأة والعمل على تطوير مهارات الأسر المنتجة وتقديم ورش عمل متخصصة في الصناعات المحلية. مثل هذه المعارض تسهم وبشكل فاعل في دعم الأسر المنتجة ورائدات الأعمال وتبادل الأفكار والخبرات فيما بينهن وعرض أبرز وأهم منتجاتهن. أحمد بن محمد المعمري من ولاية جعلان بني أبو حسن محافظة جنوب الشرقية. وإلى طلال الكلباني والأخبار الاقتصادية. حياكم الله. ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية بالسلطنة إلى أكثر من 28 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري. وأوضحت النشرة الشهرية الصادرة من البنك المركزي أن إجمالي الموجودات لدى البنك ارتفع إلى أكثر من 7 مليارات و400 مليون ريال عماني، فيما زادت الأصول الأجنبية بنهاية مارس الماضي إلى نحو 7 مليارات ريال عماني. وأوضح البنك أنه قام بعدد من التعديلات على اللوائح التنظيمية التي تحكم النشاط المصرفي بهدف رفع مستوى السيولة والائتمان المتاحين، مضيفا أن الرصيد الممنوح من قبل القطاع المصرفي ارتفع إلى أكثر من 24 مليار ريال عماني في نهاية الربع الأول من العام الجاري. التأثير الإيجابي على الصناعة الحالية والاقتصاد والتدريب والفرص الكامنة في تحويل الصناعات لمواكبة التطورات أهم مناقشات الأمسية الرمضانية الثالثة لغرفة تجارة وصناعة عمان حول الثورة الصناعية الرابعة ومستقبل الأعمال. رعى الأمسية صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجولندة آل سعيد الأمين العام المساعد لتنمية الابتكار بمجلس البحث العلمي. التطبيقات الحديثة المتمثلة في الذكاء الصناعي والروبوتات وتقنية النانو وسلسلة الكتل وإنترنت الأشياء أبرز ما ركزت عليه الأمسية الرمضانية الثالثة لغرفة تجارة وصناعة عمان حول الثورة الصناعية الرابعة ومستقبل الأعمال. السلطنة دولة تعتمد في المقام الأول في المصادر الدخل على النفط والغاز، والثورة الصناعية تعنى بالاستغناء على المدى البعيد عن البترول والغاز أو المكونات الحفورية، فهي بطبيعة الحال تشكل تحدي كبير للسلطنة والدول المجاورة أو الدول المصدرة للنفط، كونها تحتم على هذه الدول التحول إلى الاقتصاد المستقبلي وبدل الاقتصاد القائم على النفط والغاز. مختصون في التقنيات الحديثة ناقشوا مع الحضور في الأمسية آليات بناء الكادر المحلي ومواكبة تطورات الثورة الصناعية ومتطلبات دعم القطاع الصناعي من حيث البحث والتطوير العلمي. كما بحثت الأمسية تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال والتأثيرات على المجتمع وسوق العمل. بناء القدرات تعتمد على بدايتها يعني من المنزل إلى المدرسة إلى الجامعة ومن بعد إلى سواء كان في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. الثورة الصناعية الرابعة حاليا يعني تمر في كأنها في مرحلة التسارع إلى أن تبدأ وتهدأ ومعرفة أين ستقف، فلازلنا في هذا الاتجاه. ويشهد العالم حاليا دخول عصر الثورة الصناعية الرابعة التي توفر فرصا واسعة لتحقيق معدلات عالية من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وتخفيض تكاليف الإنتاج واختصار الكثير من الوقت في عملية التطور، لكنها تفرض في الوقت عينه تحديات غير مسبوقة على المجتمعات البشرية كتقليل فرص العمل. ما الذي يحافظ على أساسات منزلك ويزيد عمره الافتراضي لسنوات عديدة؟ ما الذي يحقق أحلامك ويبني مستقبلك؟ ما الذي تثق به لحماية عالمك مدى الحياة؟ هناك اسم واحد في عمان هو الذي يوفر للمباني القوة والمرونة والثقة في تحملها للهزات الأرضية، وأنت أيضاً يمكنك أن تجعله أساساً لبناء منزلك. حديد بانتر من جندال شديد، حديد ذو جودة عالمية.
سنتر، الاسم الذي يعني الثقة مدى الحياة. أكثر من 1,600,000,000 ريال عماني قيمة 159 مشروعا تسعى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية لإنشائها حتى عام 2020 في جميع محافظات السلطنة. تأتي هذه المشاريع لتعزيز موقع عمان كمركز إقليمي رائد للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار، وتوفير الدعم للمستثمر من خلال الاستراتيجيات التنافسية الإقليمية والعالمية والبنية الأساسية الجيدة وخدمات القيمة المضافة والإجراءات الحكومية السهلة. من جانب آخر، أعلن مركز الابتكار الصناعي أنه سيتحول إلى شركة حكومية من خلال برنامج تنفيذ للتنويع الاقتصادي يهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. رغم المؤشرات الإيجابية للوضع الاقتصادي للسلطنة والشركات العاملة، إلا أن حالة الحذر ما زالت تسيطر على تحركات المستثمرين، حيث شهد سوق مسقط تراجعا أسبوعيا إلى ما دون مستوى 4,600 نقطة. لا زال سوق مسقط للأوراق المالية يمر بحالة من الضعف، حيث تأثرت جميع القطاعات بالتراجعات. السوق بحاجة إلى مزيد من المحفزات الاقتصادية. ولا تزال حالة الحذر الغير مبررة تسيطر على تحركات المستثمرين، رغم المؤشرات الإيجابية للوضع الاقتصادي للدولة والشركات العاملة. مؤشر سوق مسقط سجل تراجعا أسبوعيا طفيفا، وعاد المؤشر إلى ما دون مستوى 4,600 نقطة. قيمة التداول بلغت 12,032,000 ريال عماني، فيما تم التداول أكثر من 63 مليون سهم. ونرى بشكل عام أن التركيز على الخطط والاستثمارات الاستراتيجية هو أمر هام لاستقرار أداء السوق والخروج من تحركات المستثمرين الضيقة في السوق. نعم. محور اهتمام المستثمرين سهم بنك HSBC عمان بعد أن شهد تداولات جاوزت 11 مليون سهم، فيما تصدر سهم شركة شل العمانية للتسويق قائمة الشركات الأكثر تداولا من حيث القيمة بقيمة 2,145,000 ريال عماني. أسواق المال الخليجية ما زالت هي الأخرى تشهد تباينا في أدائها، إضافة إلى مسقط هناك ارتفاع اليوم في الكويت وأبوظبي، وتراجع في السعودية ودبي وقطر والبحرين. في انتظار ما سوف تسفر عنه نتائج الشركات للربع الثاني من هذا العام، خاصة بعد المؤشرات الاقتصادية الإيجابية بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية مقتربة من مستوى 80 دولار، لها تأثير إيجابي على الاقتصاد العماني والقطاعات الاقتصادية الأخرى بالسلطنة. سعود بن سعيد المعولي، مسقط. من سوق مسقط الأوراق المالية إلى ختام أخبارنا الاقتصادية لجينة وما تبقى من أخبار العاشرة. شكرا طلال. كمية الأمطار التي هطلت على محافظة ظفار جعلت من كهف طيق بولاية مرباط يمتلئ بالمياه في مشهد لم يألفه سكان المحافظة من قبل. التقرير الآتي يقربنا من جماليات كهف طيق. تزخر محافظة ظفار بالعديد من الكهوف ذات المقومات الطبيعية والمعالم السياحية التي تعد كنوزا طبيعية تنفرد بخصائص وتكوينات نادرة، وتشكل جزءا مهما من تراث السلطنة الطبيعي والبيئي والسياحي. ومن هذه الكهوف كهف طيق الذي يقع في الشمال الشرقي من نيابة طوي عتير بولاية مرباط. كهف طيق بمساحته الواسعة استطاع أن يستوعب كميات كبيرة من المياه التي صاحبت الإعصار المداري موكونو، مشكلا بذلك لوحة جمالية بديعة تستوقف المشاهدة والاستمتاع. محمد بن بخيت حصون شحري، محافظة ظفار. وفي الختام نذكر بالعناوين.
سمو الشيخ أمير دولة قطر يبحث مع معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العلاقات الأخوية ومستجدات الأوضاع العربية والعالمية. شركة تنمية نفط عمان تكشف عن استثمارات بأكثر من 20 مليار دولار حتى 2021. موسكو تؤكد عدم وجود خطط لسحب قواتها من سوريا وتعتبر وجودها أمرا ضروريا لأمنها. وفي ختام نشرتنا هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار، إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا. نشاط جيد للسحب الموسمية هنا شرق ووسط بحر العرب، بالإضافة إلى السحب التي نشاهدها جنوب وغرب شبه الجزيرة العربية. ومباشرة إلى توقعات الأجواء للنهار القادم، وحركة الرياح تبقى جنوبية إلى جنوبية شرقية على محافظتي الوسطى وظفار، نشطة أحيانا تصل إلى 15 عقدة، والبحر هائج الموج على سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب، ويصل أقصى ارتفاع للموج 3 أمتار مع رطوبة نسبية تتراوح بين 50% إلى 90%. على سواحل محافظة مسندم أيضا الرياح متغيرة الاتجاه في حدود 10 عقد مع بحر هادي الموج، ويصل أقصى ارتفاع الموج 1.25 متر. على سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان الرياح أيضا متغيرة الاتجاه ما بين شمالية إلى جنوبية شرقية على مدخل بحر عمان تصل إلى 20 عقدة، والبحر بين هادي إلى متوسط الموج، ويصل أقصى ارتفاع الموج 1.5 متر، ورطوبة نسبية تتراوح بين 30% و80%. توقعات بارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين القادمين بسبب سيطرة الضغط الجوي المرتفع في مسقط تقترب من منتصف الأربعينات، وفرستا 45 هنا مع احتمال ظهور بعض السحب المحلية خلال فترة ما بعد الظهيرة، 43 أيضا هنا في صحار، وفي خصب بمحافظة مسندم حول منتصف الأربعينات مع احتمال أيضا ظهور بعض السحب. في شمال الشرقية إبرة 43 مع بعض السحب المتفرقة، وفي نزوة 45 درجة، جبل شمس 28 مع بعض السحب أيضا، والحال ذاته بالنسبة للظاهرة مثل ما يبدو في عبري 45 درجة، وفي محافظة البريمي 44 درجة مئوية. محافظة الظفار حيث تلطف الأجواء هناك، وفي صلالة تبقى درجات الحرارة العظمى عند أوائل الثلاثينات وعند أواخرها هناك في ثمبريت مع بعض السحب المتفرقة، في حين تكون حول منتصف الأربعينات هنا في هيمة مع أجواء مشمسة ومستقرة 37 درجة هنا في مصيرة مع احتمال أيضا تدفق بعض السحب المنخفضة بين حين وآخر، 38 في الأشخرة و45 درجة هناك في صور مع أجواء مشمسة. إذن كان هذا كل ما لدينا من أخبار للطقس حتى الساعة، أشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.